استهجن مصدر مسؤول في دائرة الإعلام بالتجمع اليمني للإصلاح الافتراءات التي أطلقها رئيس ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أحمد بن بريك لموقع صحيفة الجمهورية المصرية. وقال المصدر المسؤول إن اتفاق الرياض شكل نافذة أمل كونه يجمع المكونات اليمنية جميعا في مواجهة ميليشيا الحوثية الانقلابية واستعادة الدولة اليمنية. وأوضح المصدر أن بن بريك ومن على شاكلته باتوا مكشوفين لدى الرأي العام بعد فشلهم الذريع ولعبهم على وتر الدعوات المناطقية وقمع الحقوق والحريات وتنفيذ الاغتيالات ومراكمة السجون السرية والمعتقلات. وقال المصدر إنه وبدلا من الالتزام بتحقيق بنود وأهداف اتفاق الرياض والتوقف عن المقامرة بحياة الناس، يذهب بن بريك للتحريض ضد حزب الإصلاح والمحاولات المستميتة لإقصائه من المحافظات الجنوبية بشتى وسائل العنف والإرهاب. وأشار المصدر المسؤول إلى أن بن بريك متورط في الكثير من سلوكيات العنف والتحريض الفج ضد قطاع أصيل في المجتمع تحت دعاوى واهية. واعتبر المصدر المسؤول الخطاب الشعبوي لبن بريك الموجه ضد حزب سياسي يمني وإلقاء التهم بلا وقائع خطاب إرهابي يجعل الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية معرضين للعنف من قبل مشروع اجتثاثي كارثي، كما يكشف النوايا المبطنة للرجل إزاء استحقاقات اتفاق الرياض. وأكد المصدر احتفاظ الإصلاح بحقه في مقاضاة بن بريك على هذه التهم الكاذبة، كما أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من ارتكب كافة الجرائم من قتل وتعذيب وإخفاء قسري طالت منتسبي وقيادات الإصلاح.